اليوم شو قدام قدام حط قدام والمجلس عامر بهم حط قدام حط قدام والمجلس عامر حالة من الفوضى حالة من الاضطراب إذا غرقت أحياء بكاملها سي محمد واش علاش درتوا هذه الوقفه احتجاجي امام مجلس المدينه؟ هذه الوقفه الدواعي ديالها دواعي كثيره جدا. اولا الحاله اللي وصلنا لها في مدينه الدار البيضاء قبل احنا دقينا نقص خطر قبل الامطار الاخيره، دقينا نقص خطر في السنه اللي مضات مع المشكل اللي عرفته المدينه ديال ازمه النقل بعد انسحاب ديال الشركه اللي كانت هنا والاعتزام بشركه جديده تجي للدار البيضاء وما رافق ذلك من خصاص واحد مجموعه ديال الاحياء لهذه الوسيله ديال النقل واللي ترتبت عليه مشاكل كبيره في التواصل والاتصال ديال المواطنين. جات الامطار الاخيره باش غير تزيد تبين على ان الدار البيضاء تعاني ازمه وازمه عميقه جدا، وان ديك المشاريع التي يمكن ان تكون مشاريع لدر الاصلاح بعض او سد بعض الثغرات مشاريع اللي غير كافيه بالنسبه للدار البيضاء. المشاكل او العمق الازمه عمق بنيوي جدا، بمعنى اخر انه اختلالات جد عميقه وتتطلب تدخلا عميقا ايضا ببرنامج بعيد المدى وعنده ابعاد استراتيجيه ديالو. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني، مدينه الدار البيضاء كما قلنا السكينه ديالها تعاني وتتعرف واحد النوع من الهشاشه والقصاء ديال السكينه ديالها، الشيء تطلب وتفرض على المسؤولين انهم يدخلوا لمعالجه الاختلالات اللي تعترفها مدينه الدار البيضاء. وثانيا لان اللحظه الان اللي نعيشوا لحظة ديال المحاسبة خص الناس المسؤولين وخاصة المنتخبون ووزارة الداخلية يتحمل المسؤولية في ما قالت على وضع مدينة الدار البيضاء وفي الحالة اللي وصلت لها السكن ديال الدار البيضاء باش يمكن على الأقل نضمنوا لهاد الناس واحد المستوى من العيش الكريم. اليوم في هذه الوقفة جينا ندو بالصوت ديالنا على هذا الشيء اللي وقع في الدار البيضاء الكبرى، وكنحملوا المسؤولية ديال هذا الشيء اللي وقع للفرقاء ديال مجلس المدينة، يعني الفرقاء كاملين ديال مجلس المدينة كنحملهم المسؤولية على هذا الشيء اللي وقع، وكنطالب بالمحاسبة ديال هاد الناس، حيت إلا ما تحاسبوش هاد الناس غدا عاوتاني في الانتخابات المجلسية غيطلعوا لينا فرقاء آخرين، وغتمر كيف ما مروا يعني سنوات هادي والمغرب غادي بهذا الشكل هذا، حيت ما كايناش عندنا المحاسبة، ما كاينش اللي كيحاسب وما كاينش اللي كيقول هاد الناس اللي كاينين واش ربما ما عرفتش واش الناس كيقولوا راه حنا ميتين ما كايناش كاينين غا هما فوق هاد الأرض أولا ما عرفتش شنو كيقولوا. من خلال يعني راكم نتوما شفتوا يعني الردود ديال مجلس المدينه كيفاش كانت العمده ديال مدينه الدار البيضاء وكيفاش كانت الردود ديالو، يعني ما مسوقش ما عندوش ما عطيناش حتى وقت، وهذا الشيء كنحملهم المسؤوليه وكنطالبوا بالمحاسبه ديال هاد الناس، فقط كنطالبوا بالمحاسبه ديال هاد الناس، حيت كل انتخابات غيوقع لينا نفس المشكل، هاد الشيء حيت ما كيتحاسبوش، ولكن الا تحاسبوا غدا ولا بعد غدا اللي طلع ما غيقدرش يعمل نفس داكشي اللي عملوه الفرقاء اللي سبقوا. قالونا غيتونا غيتونا والشفارة قالونا وبها نهزم أعادي وبها نهزم أعادي أعادي الحرية وأعادي الحرية. خرجنا اليوم باش واحد الوقفه احتجاجيه بسبب ذوك الفيضانات والبنيه التحتيه اللي مدمره ديال مدينه الدار البيضاء، وكنقولوا كفانا اعذار وكفانا تهرب من المسؤوليه. شوف انتم تطالبوا الان باش تطالبوا واش برحيل العمده ولا ربط المسؤوليه بالمحاسبه ولا باش تطالبوا؟ لا حنا كنطالبوا بان تكون المسؤوليه واي واحد دار شي خدمه دير خدمه متقونه، كل واحد يتحمل المسؤوليه ديال الخدمه ديالو، ما بقاوش كل واحد نتهربوا من المسؤوليه وفين ما نقولوا انت المسؤول نقولوا لا لا ماشي حنا على الاخر، دونك كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. والحساب ولا بد. اليوم جيت حضرت الوقفه، اول وقفه كينظمها تنظيم جيت حضرت ليها لانه كيتهمني الدار البيضاء، واكثر من هذا كيهمني في 2019 انه حضرونا كجمعيات مجتمع مدني في مجلس المدينه كيقولوا لنا مشروع ديال الدار البيضاء من 2018 2023 حضرنا ليه وعطونا كتيب لانه نوزعوا ونديروا الاشهار للدار البيضاء في هذه الميزانيه ساعتها كبيره جدا كبيره، مثلا قالنا 30 مليار غنشريو لومبيلونسات
ما بين 2018-2023. للاسف واش بان لكم شي 30 مليار ديال لومبيونسين تبان لكم في الدار البيضاء؟ اذا انتم تتحملوا مجلس المدينه الواقع اللي عاش في الدار البيضاء؟ طبعا شويه شويه الشتاء شويه ماشي فيضانات هو العرات على الواقع. والسبب واش شنو هو؟ ما كاينش ما تنظف الصرف الصحي ما كاينش ما كيديروهش. عندنا في الولفه كاينين قوادس شكليين وما دايزينش الخلوات كاينين وصورناهم ودرنا لها ريكلاماسيون ولا ما احد ينادي. ما يهمني في اليوم كنقول بانه ذاك الكتيب هو شاهد عليهم وشاهد عليهم وضحكوا علينا كذبوا علينا. مشروع طاو من 2018-2023 مشروع كبير ورصدت له اموال طائله وافقوا عليها خرجات. فين مشات؟